احنا جالنا تكليفنا بتشكيل فريق لمتابعه ملف داعش، وبالاخص التحركات اللي بتحصل في اماكن وبلاد تانية. النار اللي بتتكلم عنها دي لو سبناها هتسرح لحد ما تحرق في عيالنا وفي بيوتنا وفي بلدنا كمان. الشغلانه دي بتديني الفرصه ان انا اعرف اشوف مصر من جوه بتفاصيلها. انت عايز تدخل جوه عمق داعش وتحرر واحد من رجالتنا في ساعتين ونص؟ واقل من ساعتين ونص كمان يا نبيل. حد الله في ابوك بايديك. احنا اعلاميين مش قتلين قتلة. احنا اصحاب قضية. احنا بنحارب الخطر بالنيابة عنكم من زمان. انا لو انبقى ان انتوا تساعدونا مش كده ولا ايه؟ نجاح المهمة في مصر بتهمنا كتير. بتجيبوا اي حدا له صلة بابو مصعب. بدي اياهم عايشين. بحس ان في حته من روحه طفت بعد ماما ماتت. انت كده بتعرض حياه عميل تاني للخطر. الواد ده لو مات انا هفضل عايش بذنبه، وانت كمان على فكره. خلاص يعني فاتني القطر، يعني زي ما بيقولوا انا قاعده جنبك هنا. اتجوزي اتجوزي، والله هتتجوزي عادي. راح تبقى ذكرى سوداء على دماغي. صدقني هتخسر هتخسر. لما نحكم العالم بشرع الله هدوه يا عيني الرحمه. عايزين نعرف بيخططوا ليه ودخلوا مصر ولا لسه. هتديني المعلومات وهتفرجاني كمان اني اخدها ومن غير ولا مني. اشتغل في قناه بتضر بمصالح بلدك وتقول شغل عادي؟ ده انت الرؤساء كلهم بيعملوا لك الف حساب. دول الناس اللي انت كنت فاكر ان انت بتدافع عنها. احنا شغالين عشان مشاعرنا بتقول لنا انتوا بتعملوا كده عشان بتحبوا البلد دي. العائدون من داعش هيروحوا فين؟ هو ده السؤال.